ويا مساء الخير لكل يتابعونا في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب وعلى شاشة روتانا خليجية مع الأجواء الجميلة عندنا في جدة وفي كل مناطق المملكة. خلونا نبدأ حلقتنا بكل حماس ونروح للعناوين. اليوم في ساعة شباب العالم يحتفل بيوم التطوع والهاشتاج ضارب ترند. ماذا تعرف عن أشهر المهرجانات العالمية؟ وفي فقراتنا اليوم فن صناعة المجسمات بتقنية ثلاثية الأبعاد، من الإبرة والخيط تصاميم رائعة من الكروشيه، عالم الإكسسوارات بين البنات بداية ما لها نهاية. وفي الأخبار بعد 50 عام اليابان تقول للبيجر باي باي، وحليب العناكب حكاية جديدة من الصين. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. جميل، ونروح لعالم السوشيال ميديا ونشوف ايش عندنا من الهاشتاجات المتداولة في تويتر. وصراحة مفرح جدا لما نفتح ونشوف هاشتاج اليوم العالمي للتطوع ونشوف كمية التفاعل الموجودة على هذا الهاشتاج والزخم الكبير. اليوم طبعا هو اليوم العالمي للتطوع، احتفالية عالمية سنوية تحدث في 5 ديسمبر من كل عام، حددتها الأمم المتحدة منذ عام 1985. ويعتبر الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، وأيضا إضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول هذا الموضوع وأيضا حول مساهمتهم للمجتمع. وفي هذا الهاشتاج كان في أفراد ومجموعات وأيضا جهات حكومية وخاصة، كلها كانت بتتكلم عن اليوم العالمي للتطوع وعن التطوع بشكل عام، وتحول الموضوع إلى ثقافة أوسع وخصوصا بين الشباب، وهذا شيء صراحة فخورين فيه وشيء جدا جميل. أيضا هنروح الآن لمداخلة هاتفية من قلب أحياء جنوب جدة وتحديدا من حي الهنداوية، حيث يتواجد فريق تطوعي لمجمع الأمل الطبي ضمن حملة عصرية صحية. على الهاتف معنا أستاذة سميرة الغامدي المشرفة على هذه المبادرة. بداية مساء الخير أستاذة سميرة، ويعطيكم ألف 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 عافية على هذه المجهودات صراحة. مساء الخير ويسعدكم يا رب. وعلى فكرة مشاركتكم معنا هذا برضو تطوع، لأنكم أنتم اللي بتسلطوا الضوء على هذه المواضيع وبتنشروها. الله يعطيكم العافية فعلا، يعني واجبنا. كل الناس بخير يا رب. أمين يا رب. طب بداية أستاذة سميرة، كيفكم مع المطر؟ حكيني كيف الأجواء؟ الحمد لله والله الشوارع كويسة. أنا يعني أنا اليوم لين الصباح لين الساعة 10 وأنا بقول للفرق، لأن أنا عندي 3 مواقع بقول لهم انا حقول لكم تنزلوا او ما تنزلوا بعد 12 الظهر، بس حقيقي الدنيا ماشيه، يعني في شويه مويات بس تخيلي رغم انه الحواري زحمه الا انه الدنيا ماشيه بالمره، ويعني والحمد لله ربي مجملها لانه هي كلها خيريه وكلها تطوع. جميل جدا. طب هل برايك استاذه سميره نجحت الفرق التطوعيه عندنا في الوصول للقيمه الحقيقيه للتطوع ولا لا؟ شوفي، هي انا حقول حاجه، احنا طول عمرنا بلد خير ونعمل خير أكيد. ولكن خليني اقول انه تجربه التطوع المنظم يمكن هي تجربه حديثه علينا. وانا بس اطالب الناس انهم يخرجوا عن المألوف، يعني يخرجوا عن العادي، يخرجوا من الصندوق، يعملوا تطوع في الاماكن اللي الناس فعلا محتاجه التطوع. انا ما انكر حق المولات والمماشي والاماكن العامه والمحاضرات، ولكن يا جماعه احنا عندنا فئه وعندنا مناطق تحتاج نتوجه لها اكثر كمتطوعين. ومو بس عشان نوزع اكل ولا علشان نقدم خدمات، وانا عارفه انه في فرق كثيره بالذات اليوم، الحكايه مش بس يوم العالم للتطوع. انا اتمنى انه كل المتطوعين يخلوا برامجهم اللي قرروا ينزلوا بها فيها استدامه خلال السنه كامله. مش بس نقدم معونات في رمضان ولا في الحج ولا يعني نفضل في استدامه ونقدم حاجه بهدف عشان نطلع ببنفت بعد كده. جميل جدا. طب يا ريت تقولوا لنا انتم وين متواجدين تحديدا؟ ايش هي الاحياء المتواجدين فيها؟ وايضا ما هو نوع العمل اللي بتقوموا فيه؟ اوكي، احنا مجمع الامل للصحه النفسيه، فريقنا قرر انه ينزل المناطق الشعبيه والعشوائيه. جميل. وانا حاليا بكلمك بالضبط من شارع في الهنداويه قدام صاله عندهم قدام المسجد، مجهزينها احنا، وعندنا موقع ثاني في المنتزهات اللي هو جمعيه مراكز الاحياء،
والمركز الثالث في جويزة قاعة من القاعات. نازلين بكل الفكرة حقتنا، نازلين بكل كباسة المستشفى، يعني نازلين بإنفكشن كنترول، مختبر، أطباء نفسيين، تمريض، أسنان، خدمة اجتماعية، خدمة نفسية. إحنا منزلين المستشفى، إحنا عاملين كأننا منزلين مستشفى مصغرة، بنقدم خدمات للي في الحي، بناخد أسماء وأرقام وهويات والخدمات عشان نطلع مؤشر وعشان نشوف مين اللي يحتاج في المقابل بعد كده نقدم له خدمات أو يستمر معانا في المستشفى يتابع. يعني بتلك حتى أطباء منزلينهم. جميل جدا. طب شددني صراحة عنوان الحملة عصرية صحية، فياريت نعرف إيش معناها. طيب هقول لك حاجة، الناس في الأحياء الشعبية أو زمان الناس إيش يسووا في العصر؟ العصرية معروفة، يعني جلسة العصرية ويزوروا بعض، صح؟ تمام. احنا قلنا لهم احنا جايين نسوي العصرية عندكم، احنا جايبين قهوتنا وجايبين معلوماتنا الصحية وجايبين خدماتنا وجايين نسير عليكم نقضي معاكم العصرية، عشان كده سميناها عصرية صحية، وهي بالضبط فعلا عصرية. يعني احنا جايين من الساعة 4 وحنمشي الساعة 8. طب متى حتمر علينا استاذة سميرة؟ منتظرين القهوة. من عيوني بس صدقيني، تعالوا انتوا اشربوا القهوه معانا. والله يبينها والله العظيم، والله يا ريت. احنا يعني انا سعيده بالناس. اقول لك حاجه، احنا امس نزلنا جويزه واليوم منتزهات هنداويه، ما تتخيلي تفاعل الناس، بيساعدونا بيرسلوا معانا، فيهم روح جميله، متعطشين انك انت تجي. يعني لا حد يقول لي كل الناس بيعرفوا يوصلوا المستشفيات وبيعرفوا يوصلوا كل شيء، ترى حتى صح. يعني رفاهيه الذهاب لمول أو الرفاهية الذهاب لممشى أو رفاهية حتى إنه يقعدوا على طرف البحر، في هذه الأحياء في ناس ما هي عندهم. صحيح، صادقة والله. فأتمنى إنه فعلا نتوجه لهم، لأنهم هم اللي فيه عندهم حاجة، والعمل التطوعي يحتاج إنه نفكر خارج كل شيء ونفكر في عالم يعني مفتوح، والناس رائعين هنا وما تتخيلي قديش يعني شغوفين وعطشانين إنك تجيهم بس وتقدمي لهم معلومة. طب إذا تكلمنا عن تفاصيل أكثر وبلغة الأرقام تحديدا في اليوم العالمي للتطوع، إيش ممكن نعرف على السريع بليز؟ هقول لك شيء، إحنا مثلا امبارح اليوم طلعنا الأرقام باختلاف الوحدات، خدمنا ما يقارب 220 أسرة. واو. مقسمة على مختبر، أعتقد المختبر لوحده خدم زي 90 أسرة. الخدمة الاجتماعية حوالي 200، ماني فاكرة كل الأرقام. احنا اليوم التارجت حقنا اننا نتجاوز ال 500. جميل. المنتزهات نفس الشيء، متوقعين عدد بهذه الدرجه، لان تعرف بالذات الهندويه فيها عدد كبير كمان. صحيح. احنا حاطين تارجت للعدد وبنطلع مؤشر، وبكره باذن الله حيكون في مبادره في لوزاره الصحه بتعرض فيها الانشطه حقت التطوع والمؤشرات اللي طلعت الارقام. جميل جدا، حنعلن عنها، يعني حنعلن عن الارقام. جميل جدا، شكرا لك استاذه سميره الغامدي المشرفه على مبادره عصريه صحيه، ويعطيكم الف عافيه على مجهوداتكم وعلى السعاده اللي بتدخلوها في قلوب المحتاجين في جميع الاحياء، وعلى الخدمه المجتمعيه اللي بتقدموها بدون اي مقابل مادي. ونتمنى في هذا اليوم أنه جميع المجتمع يتوعى كثير لهذا الموضوع، موضوع التطوع تحديدا، لأنه غير كثير من شخصياتنا وأيضا في حياتنا. ورح ننتقل لموضوع آخر وفقرة يلا سلام، وعندنا اليوم تقرير جميل عن أشهر المرجانات حول العالم، خلونا نشوفها. هناك الكثير من المهرجانات السنوية في مختلف مناطق العالم، والتي تجذب سنويا آلاف السائحين، والتي تتنوع بين مهرجانات ثقافية وترفيهية وغيرها. خلونا نتعرف على أجمل المهرجانات السنوية على مستوى العالم. مهرجان ريو في ريو دي جانيرو البرازيل هو أكبر وأشهر كارنفال في العالم، ويستقطب سنويا عدد لا يحصى من السياح من جميع أنحاء العالم، وفي كل يوم من أيام الكرنفال يتواجد 2 مليون شخص في شوارع المدينة الملونة، وكانت بدايته تعود للقرن 18. مهرجان البندقية في إيطاليا. هذا المهرجان يعود للقرون الوسطى في وقت مبكر من القرن 12، ويتم فيه ارتداء أقنعة فريدة من نوعها تستخدم أيام المهرجان،
والكثير من السياح يسافرون سنويا للمشاركة في هذه المناسبة. مهرجان سان فيرمين بامبلونا في إسبانيا يقام كل عام بدءا من يوم السادس من يوليو حتى منتصف ليلة الرابع عشر من يوليو، والحدث الأكبر فيه هو مصارعة الثيران، ويحضره سنويا أكثر من مليون شخص. مهرجان المصابيح في تايوان هو مهرجان صيني يصادف اليوم الأخير من احتفالات العام القمري الجديد، ويعود إلى 2000 سنة، وتقام فيه الكثير من الأنشطة في جميع أنحاء تايوان، وتعلق فيه آلاف المصابيح والفوانيس في سماء منطقة بينغ تشي في عروض ضوئية رائعة لا يمكن نسيانها. مهرجان هاربين الدولي للجليد والثلج في الصين هو أكبر مهرجان للجليد والثلج في العالم، ويتم فيه صنع أكبر التماثيل الجليدية، وأقيم لأول مرة عام 1963، ومن وقتها يقام سنويا في الخامس من يناير، ويستمر لمدة شهر أو أكثر. زيارة لأحد هذه المهرجانات أكيد بتكون ممتعة. ويلا سلام، العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. الله يسامحك يا العنود، كل يوم بتعب قلوبنا بأحلى التقارير اللي بتقدميها. ولكن مشاهدينا مكملين معاكم، وفن صناعة المجسمات بتقنية ثلاثية الأبعاد بتحكم معانا بعد الفاصل. لم يعد من الخيال محاكاة أي نموذج ثلاثي الأبعاد أو تحويل أي شكل أو مجسم لبالك من أشكال يعني متنوعة لتكوين صورة تبقى الأصل منك، بس راح تكون بشكل مجسم زي ما احنا شايفين ثلاثي أبعاد. تفاصيل هذا الموضوع حتكون مع ضيفنا اللي مشرفنا اليوم، معنا العبادي متخصص في تقنية ثلاثية الأبعاد. مشرف اليوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية يا ريت حكينا معا كيف جات معاك هذه الفكرة، وأيضا كيف تخصصت فيها؟ أوكي، أنا معنا العبادي، طبيب أسنان متقاعد، أعمل حاليا في مجال 3D printing من 4 سنين. بدأت الفكرة أنه من اليوتيوب كنت أشوف شيء من لا شيء يطلع، فكانت بالنسبه لي تقنيه جديده، يعني انا اقدر اخلق شيء مو موجود. فكانت انه اسوي هذا الشيء اللي مو موجود، بدات ابحث عنه، اشوف ايش هو، ايش هي 3D printing، بدات اخذ workshops فيها، اخذت اونلاين workshops فيها وتخصصت فيها، واللي الان بعطي فيها. حاليا متوجهين لثلاث اشياء، ما ادري اذا تحبي اقول لك هي، متوجهين لثلاث اشياء اساسيه بنسويها، اللي هي المجسمات، نعطي workshops، وبالاضافه اننا بنخلق كوميونتي جديد لهذا العالم. واو، طيب نبي نعرف متى كان انتاجك لاول مجسم سويته او قمت بانتاجه وصنعته بهذه التقنيه؟ قبل 4 سنين بالضبط. قبل 4 سنين كان اول مجسم لي، كنت لصديق لي في واحده من الصور اللي موجوده هنا. كان اول مجسم لي اصنع على شكله. وكيف نجحت معك التجربه من اول مره؟ لا طبعا، ولا كانت فاشله؟ ما في حاجه من اول مره تزبط، لانه تقنيه جديده وكان فيها اخطاء كثير، الان بتتحسن بتتطور، فكان في اخطاء كثير. طيب نبي نعرف ايش هي الخطوات اللازمه لصناعه اي مجسم زي اللي احنا شايفينه؟ اكيد الخطوات طويله وصعبه في نفس الوقت. طيب الخطوات خليني اختصر لكم، هي بخمسه خطوات. عندك ملف او مجسم على الكمبيوتر، تخديه بطريقتين، بالاسكاننج يعني زي هذول اللي حقون الاشخاص، بالاسكاننج 360 درجه، وبعدين بتحطيه على الكمبيوتر، او بيكون عندك فايل جاهز انت بتصممه على الكمبيوتر، بيتحول لصيغه معينه، من الصيغه المعينه بينزل على برنامج معين، البرنامج هذا بيقرا الفكره، بعد ما يقرا هذه الفكره يحوله على جهاز طابعه، والطابعه هذه تبدا تطبع لك الشكل اللي حطيتي. واو، طبعا كل جهاز معين، برنامج معين، ما تبغى تفصح عن انواع طبعاً. البرنامج، لا في برامج كثيره لا طبعا العلم متوفر للجميع، ابدا بالعكس. حلو. البرامج المستخدمه عندنا برنامج اسمه المش ميكسر، هذا من البرامج المتخصصه في حاجه اسمها سلايسنج، اتس ون اوف ذا سلايسنج بروجرامز. سلايسنج بروجرامز هذه هي اللي تعرف احط سبورت ماتيريال لما يكون مثلا عندنا يد زي كذا، هذا فاضي، فالكمبيوتر او البرنامج يبدا يقرا انه لازم احط شيء تحت هنا عشان ابني، ما ينبني في الهواء. بالاضافه انه في طابعات كثيره، شركات كثيره الان صار في طابعات توصل سعرها ل $100. اول طابعه شريتها كان قيمتها 12000 ريال.
اوف يعني ابغى اقول لكم وفي شركات كثير انا لو بسوق من هنا لبكره في شركات مليانه شركات او طابعات خاصه بطباعه تقنيه ثلاثيه الابعاد. نعم. واو. طيب كيف بيتم ضمان الابعاد الصحيحه، دقه الملامح؟ يا سلام. انك انت تصنع مجسم مطابق شبه الاصل بالحقيقه، فاتوقع يحتاج كثير من التفاصيل والدقه ايضا في نفس الوقت، فكيف بيتم هذا الموضوع؟ طيب اذا كان البرنامج او المجسم مصنوع ببرنامج كمبيوتر فهو الدقة على حسب دقة شطارة الشخص اللي بيصمم هذا التصميم. بالنسبة للمجسمات الـ 3D printing للأشخاص، هذه بناء على حاجتين أساسية. الحاجة الأولى نوع الماتيريال اللي بتستخدميه. هنا بنستخدم ماتيريال بتعطي 80-90% من شكل الشخص، فهي بلاستيك تيجي زي الواير بيطلع منها الماتيريال هذه. في ماتيريال ثاني تيجي زي الليكويد تعطيك فيري هاي ديتيل. بالإضافة إنه في حاجة ثانية الاسكانر نفسه، في انواع من الاسكانر تعطيك جوده شويه مضروبه، وفي اسكانر تعطيك فيري هاي كواليتي، فهو بناء كمان على الاسكانر. فهذول الاثنين هم يلعبوا عامل جيد في الكواليتي حق المجسم ويطلع لك. اتوقع البلاستيك اللي بتنزل من الماده البلاستيكيه اللي بتعطيك الهاي كواليتي غاليه جدا. نوب، ذيس از ون اوف ذا بلاستيك، ات از ا بلاستيك، هذا اللي احنا الان بنتكلم عنه بلاستيك. طبعا هذه اضافات احنا نضيفها. أوكي. يعني هذا الافتر بوست برينتنج احنا نشتغل عليه احنا. من الالوان هو يجي لون واحد في العاده واحنا نلون نلعب فيه بالطريقه اللي احنا نبغاها. جميل. طيب مين برايك معا بيطلب هذه المجسمات اليوم، وهل هي مكلفه في نفس الوقت اذا طلبوها منكم ولا لا؟ طيب اللي بيطلبها مننا في العاده الاشخاص اللي يدوروا على الحاجات اليونيك او الشيء الفريد من نوعه. لما تسوي مجسم لشكلك فهو لك انت، ما حد حياخذه، مو للانتاج الكثير. اذا تبغى تسوي شيء تنتج منه اشياء كثير تروح مصنع يفضل. احنا للانديفيدوال للافراد. بالاضافه للاشخاص اللي عندهم يشتغلوا في الارتكتشر اللي هم المهندسين يبغوا يصمموا مجسمات مبنى. او حتى كمان الاشخاص اللي بيسووا بروتوتايبس لاشياء معينه احنا نقدر نساعدهم كثير في هذه الاشياء. طب مكلفه هذه الاشياء؟ طيب ولا لا؟ التكلفه احنا بانه احنا نشتغل من سمول كده، عندنا سمول جروب شغالين على هذه الاشياء، فالكوست حقنا خفيف لانه احنا نشتغل من البيت. فيا احنا هذا المجسم تقريبا يكلف 150 ريال. واو. يا فالكوست حقنا مو مره عالي. بس اي هاف تو شاوت اوت اذا كان ممكن. أيوة. لمنصه في حاجه اسمها منصه كوميونتي، هذول الجماعه عندهم ابلكيشن ساعدونا مره كثير بصراحه انه نوصل للشيء اللي احنا نبغاه. صار الان عندنا كوميونتي فيه 30 شخص متخصص في 3D printing، من بدايه كيف تصنع 3D printing لنهايه كيف تلون. واو. بالاضافه انه خلونا نسوي اشياء، يعني الحين احنا نسوي 3D printing مع كل شيء. في الطب لنا علاقه في 3D printing، منصه ساعدتنا نسويها. مع الفاشن سوينا فستان بال 3D printing، سوينا مع الاشخاص اللي يشتغلوا بالطين بالروبوت، سوينا كل حاجه. فشكرا. حلو، روعه. Yes. يعني داخلين في كل المجالات ما شاء الله. تطبيق منصه هو تطبيق منصه. نعم. بس جميل. هو كوميونتي بيستخدم تطبيق. حلو. طيب خلينا نتكلم عن الاحجام، احجام المجسمات. Okay. اللي بتكون متوفره عندكم، وايضا طريقه تلوينها وتزيينها في نفس الوقت. شايف الالوان جدا جميله، اضافه الالوان للمجسمات بشكل جميل. نعم. فكيف بيتم هذا كله ايضا؟ طيب في العاده احنا ناخذ ذوق صاحب العمل، نحاول قدر المستطاع نطلع الذوق، لكن اذا اعطونا المجال احنا نشطح في الخيال، واحيانا مثلا من الوان معينه احنا نطلع اشياء معينه. طيب والاحجام؟ الاحجام طبعا على حسب نوع الطابعات، احنا حتى لو المجسم مره كبير نقدر نقسمه اقسام وبعد كذا نجمعه على بعض نسوي مجسم كبير. بس هذا الكوست حقه يصير مره عالي لانه ياخذ وقت مره طويل في الطباعه. وايش اللي بتنطلب اكثر من الناس؟ يعني بيطلبوها منكم الاحجام الصغيره ولا الاحجام الكبيره؟ الاحجام الصغيره لانه متناول لليد وتقدر زي ما انت شايفه تحطيها في اي مكان وتعطي شكل، ودائما الناس ايش هو هذا؟ فمره مره مره يعني جميله. طب خلينا نتكلم عن الجزء الاصعب. أوكي. في هذا المجال فايش اكثر شيء تعبكم وحسيتوا انه من جد وقفتوا هنا وقلتوا خلاص ما راح نكمل؟ أوكي. يعني مره صعب ذا الموضوع. في البدايه كان عندنا نفس الطابعات كانت تخرب الطباعات مره كثير، كان نفس الطابعات ثقيله وفيها ايرورز مره كثير. فكنا حنوقف، الا سبحان الله انه يعني قلنا لا حنجرب طابعه ثانيه وثالثه لين ما زبط معانا، وصرنا دحين نعطي ورك شوبس متخصصه في 3D printing. الناس الان تيجينا تتعلم مننا كيف تسوي 3D printing. يعني مثلا يجونا مثلا حقون المجوهرات، ايش 3D printing تسوي معانا؟ اقول لكم الطابعه ايش هي، النوع، كيف تستخدمها، من وين تشتريها،
كل هذه الاشياء احنا نقدر نساعدكم فيها، بالاضافه انه اصلا اشياء 3D printing احنا نعلم الناس. واو، معا الموضوع جدا جميل. طب برايك هذه التقنيه وتقنيه ثلاثيه الابعاد ايش ممكن تقدم لنا في المستقبل؟ ايش المجالات اللي ممكن نستخدم فيها هذه التقنيه مثلا؟ اوكي، في دحين 11 كليه مزروعه في اشخاص باستخدام تقنيه 3D printing. في تحت ريسيرش معين الان بيسووه في امريكا، حيستغرق كمان 5 سنين، ولكن الان في 11 كليه مزروعه في اشخاص تحت التست. فحتصير اعضاء، تخيلي عضو يخرب تركب مكان واحد ثاني بتقنيه 3D printing، بنفس التقنيه بس بماتيريال انسجه البشر. ناصر، جميل جدا فعلا. معا العبادي، شكرا لك على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب، كل التوفيق لك في هذا المجال. شكرا، منتظرين لحضرتك. ايضا جديدكم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا مكملين معاكم، وفن الكروشيه راح يكون معنا بعد الفاصل. وحياكم من جديد مشاهدينا ومع فقرة الأخبار والمنوعات، وخلينا نبدأ على السريع بأول خبر معانا لليوم لكابتن طائرة الخطوط السعودية يهنئ المتفوقين. إيش الموضوع؟ طبعا قام قائد طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى عسير بلفتة جدا جميلة تجاه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في أولمبياد الحاسب الآلي، وفاجأهم بطريقة جدا جميلة بالتحية، وذكر أيضا أسماءهم أمام جميع الركاب وهنأهم على هذا الإنجاز الذي حققوه، متمنيا لهم التوفيق. ونحن أيضا أكيد نقول لكم ألف مبروك وكل التوفيق لكم، وإن شاء الله منها للأعلى، وفخورين جدا بهذا الإنجاز الجميل الذي يحتسب أيضا للمملكة. وخبر آخر أيضا، وبعد 50 عام اليابان قررت إنهاء خدمة البيجر. إيش الموضوع؟ الموضوع صراحة جدا جميل، وأتوقع يعني مين فينا أصلا صار يستخدم البيجر؟ انتهت مدته، وخصوصا بعد ظهور الهواتف الذكية. وقررت أخيرا اليابان إنهاء خدمة البيجر بعد 50 عام من انطلاقها، وهو الجهاز الذي انتشر قبل ظهور الهواتف النقالة، ولا يزال أيضا يعمل في بعض المستشفيات الموجودة عندهم. وتعتبر نهاية حقبة البيجر مثل ما ذكرت علامة تاريخية في اليابان، الذي تعد من أكثر الدول التي تستخدم هذا الجهاز في العالم. إذا هم توهم ينتهوا أو تنتهي حقبة البيجر عندهم، ترى أتوقع عندنا هنا انتهت من زمان. ما صرنا نشوف أصلا هذا الجهاز موجود عند أي أحد في المملكة. أتوقع أنه انصهر هذا الجهاز، وأيضا اختفى وانقرض، ما صار له أي وجود في العالم. واليابان توها تقرر أنها تنهي خدماته. بدري يا اليابان، أخيرا طورنا عليكم وصلنا قبلكم في شيء جديد. إلى أيضا خبر آخر، وخبر صراحة في الغريب والعجيب في نفس الوقت. تخيلوا، رجل هولندي راح المحكمة الهولندية وطلب أنهم يلغوا 20 سنة من عمره، وكان عمره طبعا هذا الرجل البالغ من عمر 69 عام، يبقى يلغي 20 سنة من عمره ويكون عمره الموجود في الهوية والأساسي 49 سنة. وطبعا مثل ما ذكر في هذا الخبر، وبسبب ما وصفه بالمعاناة في العمل وأيضا الحب، لأنه طالب بتعديل تاريخ ميلاده ليصبح عمره 49 عام، مؤكد أن عمره الرسمي يسبب له الكثير من المشكلات، سواء في إيجاد عمل مناسب أو في إيجاد شريكة الحياة. كل شخص عرف عمره الأساسي أنه يبلغ من العمر 69 سنة ما يفكر أنه يرتبط فيه أو أيضا يوظفه في أي مجال من المجالات الموجودة عندهم، فقرر أنه يحذف من سنوات عمره 20 سنة. الله، وتخيلوا معايا لو هذا القرار موجود عندنا هنا، كل ما كبرت في السن حذفت من عمرك 10 سنين أو 20 سنة. بالنهاية ترى العمر مجرد رقم مكتوب، والعمر هو عمر الروح وأيضا القلب في نفس الوقت، وأنا العمر بالنسبة لي ما يسوى أي شيء.
إلى أيضا خبر العناكب. تخيلوا معايا، واكتشفنا أيضا أن العناكب حليب، وقالوا في هذا الخبر أنه حليب العناكب أفضل من حليب الأبقار. إيش الموضوع؟ فجر علماء صينيين مفاجأة جديدة بعثورهم على نوع من العناكب يفرز حليب أكثر فائدة من حليب الأبقار. وقال أحد العلماء: لم نكن نعرف كيف يكبر صغار العناكب قبل أن نكتشف مادة بيضاء سائلة تشبه الحليب، تحتوي على دهون ونسبة بروتين أعلى بأربع مرات من حليب الأبقار. تخيلوا معايا الموضوع، تخيلوا هذا حجم العناكب، كيف ممكن يعني يفرزوا حليب بكميات كبيرة أو مهولة، أو هذا الحليب ممكن يكون مفيد؟ يا ويلي بعد كذا تصير العناكب أسعارها جدا غالية ومبالغ فيها إذا اكتشفوا هذا الموضوع فعلا. طبعا كانت معنا هذه آخر أخبارنا لليوم، ولكن راح ننتقل لموضوع جدا جميل وفن من الفنون المنتشرة بشكل كبير، وأيضا الفنون الجميلة لضيفتنا مشرفتنا اليوم. لم تكتفي بموهبة تربت معها منذ الصغر، ولكن كبرت مع هذه الموهبة وفعلا أبدعت في هذا المجال وفن الكروشيه لمشرفتنا ضيفتنا اليوم وسميتي في نفس الوقت لمياء العرافي. خليني اروح لها. هلا فيك لمياء، مشرفه ومنوره اليوم. هلا والله، سعيده الصراحه بوجودي معك. والله ونحن اسعد، بس نبغاك تقولي لنا لمياء ايش الله ايش الفن الموجود عندنا هنا في الاستوديو. صراحه فن الكروشيه من احلى الفنون جداً. اذا تكلمنا عنها جداً، ولكن خليني اسالك بدايه، زي ما ذكرت فن الكروشيه تربى معاكي من وانت صغيره وكبرتي ايضا عليه، بس ليش اخترتي هذا الفن تحديدا؟ اولا انا كنت يعني صراحه مائله للرسم اكثر من الاشغال اليدويه. لكن بعد ما درست بالثانوي عن فن الكروشيه حسيت انه صراحه اقرب لشخصيتي اكثر. انه شغل يدوي وشغل ملموس، وحبيت الشكل النهائي كيف يطلع، فحسيت انه اقرب لشخصيتي. حلو، طب ايش الافكار برايك لمياء اللي ممكن نصنعها بهذا الفن؟ في أفكار كثيرة طبعاً لا تعد ولا تحصى، وبالذات الآن يعني أحس كل يوم يطلع شيء جديد، فكرة جديدة. ممكن يعني بطانيات، مفارش، ممكن مثلاً دمى. الحين الدمى مرة منتشرة كثير الصراحة، صح، للأطفال. أيوة للأطفال، وحتى في ناس كبار يحبون يحتفظون فيها مثلاً. تكون زي التحف بالبيت. وفي بعد بالشالات، في البروشات، وممكن بالاطراف، العبايات، اطراف الطرح، شرايش في الصالات، خصوصا مع الاجواء الحين داخلين على الشتاء، فنحتاج هذا الفن كثير في حياتنا. طب نبغى نعرف عن المواد الخام اللي تحتاجيها وتستخدميها ايضا في اعمالك لمياء. هو المواد الخام اهم شيء تكون طبعا الخيوط والسنارات، هو يعتمد فن الكروشيه عن الخيوط والسنارات. اهم شيء تكون الخيوط جودتها عاليه، طبعا في النوع اقل جوده، في النوع اللي جوده عاليه جدا. صحيح. يعني وسعر شوي غالي، ولانه تعرفين الشغل الكروشيه ياخذ وقت اكثر، وقت وجهد. أيوة. ووقت. أيوة طويل. كنت فنانه في زمان ايام المدرسه ما شاء الله. حلو. بس بعدين خلاص وقفت. يعني القطعه الواحده ممكن تجلسين فيها اكثر من ساعه. ايش اكثر من يوم مو اكثر من ساعه؟ صح. يعني هذه البطانيه جلست فيها يمكن تقريبا شهر. صح، جميله جدا. تحتاجين يعني انه السناره تكون مريحه لليد. في السنارات اللي عليها ربل افضل من الحديد، يعني يحتاج شيء مريح لليد اكثر. والخيوط طبعا، الخيوط الحين مليانه، في انواع كثيره، خامات كثيره. طبعا في مثلا انواع اسبانيه، المانيه، فيها تركيه، في انواع كثيره. يعني يفضل انك تختارين الخيوط اللي جودتها عاليه افضل من الخيوط اللي جودتها اقل. صح، عشان يبقى الشغل معك افضل، الوقت طويل يبقى معك. طيب برايك يعني الواحد لازم يطور نفسه في هذا المجال عشان ايضا يكبر ويستثمر خبراته في هذا المجال ويستنفع منه بالنهايه. طبعًا. بس ايش الدورات والشهادات اللي حصلت عليها لمياء اليوم لتطوير هذا الفن في مسيرتك؟ حصلت على مجموعه شهادات بجميع الفنون، وصراحة أنا أركز أكثر على التعليم الذاتي بفن الكروشيه. يعني أحب أني أتعلم عن طريق اليوتيوب. يعني أخذت الأساسيات أيام الثانوي، وبعد ما دخلت الجامعة تطورت موهبتي
لكن ما تركت هالشيء، حاولت اني استمر بالتعليم عن طريق اليوتيوب، عن طريق النت، شراء كتب من المكتبات، التعليم الذات يعني. حلو، طيب جميل جدا. انا شايفه اعمالك هنا مشرفتنا اليوم، وصراحه اعمال انا اشوفها جميله وذكرى في نفس الوقت، واعمال ما نلاقي مثلها كثير في السوق. بس هل شاركتي بهذه الاعمال في المعارض ولا لا؟ حاليا لا، انا شاركت بمعارض لكن كانت معارض رسم. ما شاركتي بفن الكروشيه؟ لا حاليا لا ما شاركت. ليش؟ صراحة هو إلى الآن ما في معارض خاصة لفن الكروشيه. مو لازم لمياء تكون خاصة، أنت تقدر تشاركي بأي المعارض الموجودة. أحيانا هم يعني يطلبون مثلا تكون لوحات، تكون مثلا مجسمات الخزف أو نفس هذه الفنون. لكن فن الكروشيه إلى الآن يعني ما في خاص لفن الكروشيه، لكن اطمح ان شاء الله يعني اني اشارك معرض. طب كيف وين بتعرضي شغلك؟ فين الناس تشوف شغلك؟ انا قبل فتره عرضت شغلي بمحل في الرياض، ادفنس ارت اسمه، والحمد لله يعني. عندك حساب على انستغرام؟ ايوه عندي حساب. الناس تقدر تطلب منه أيوة. كل اعمالك اللي بيشوفوها. طيب يعني هل بتسوي ورش عمل تدريبيه لهذا الفن؟ في كثير من البنات اللي يحبوا فن الكروشيه وحابين انهم يبدعوا فيه، فهل بتعلميهم ولا لا؟ لا ان شاء الله قدمت انا ورش عمل في فن في نادي الكروشيه للفنون. حلو، ان شاء الله اطمح اني اقدم اكثر ان شاء الله في فن الكروشيه. طب انا يعني ابغى استذكر معلوماتي معك في هذا الفن، فياريت تقولي لنا على اهم الاساسيات اللي نحتاجها عشان نتعلم فن الكروشيه. طبعا فن الكروشيه تعرفين فن يعني يحتاج صبر، يحتاج طولة بال، لأنه القطعة الواحدة تاخذ منك وقت طويل، تاخذ منك جهد، تاخذ منك انك ممكن القطعة تفكينها اكثر من مرة، فيحتاج صبر. يحتاج صبر، وانا ما فيني صبر، ما فيني صبر. ويحتاج معرفة اسماء الغرز. اوكي، اسماء الغرز ورموزها. عشان قولي لي بعضها، خليني اتذكر معاك اسماء الغرز. غرزة مثلا العمود، ايوه، والحشو، غرزة المنزلقة، عمود بلفة. والله ولا واحدة اتذكرها، ولا واحدة اتذكرها. هو يبغى لها ممارسة طبعا، يبغى لها ممارسة وتنسيها على طول. أيوة صح؟ طيب تخصصك الجامعي اكيد يعني اضاف لك فنون اخرى، ممكن انك تدمجي هذه الفنون مع فن الكروشيه زي ما احنا شايفين، ممكن ترسمي اللوحة. ايوه، وانت تطرزيها بفن الكروشيه. فايضا فادك بايش تخصصك لمياء؟ تخصصي الحلو فيه انه كان يعني شامل جميع انواع الفنون. يعني من الفنون اللي اخذتها فن الزخارف الاسلاميه، فن الخزف، فن السيراميك والسجاد والنسيج، ومن ضمنها فن الكروشيه والتطريز. فحلو كان شامل والحمد لله يعني. طب لمياء طموحك في هذا المجال، ايش اللي حابه انك توصلي له في هذا المجال؟ طبعا اطمح يعني اوصل لمستوى اعلى من كذا ان شاء الله، واطمح اني اصدر كتاب عن فن الكروشيه. واو، ان شاء الله يا رب قريبا. كاتبه انت لمياء؟ لا، بس حابه انك تكتبي هذا الفن. أيوة، عشان الناس تتعلم ان شاء الله، توصلي خبراتك من خلال كتاب. جميل جدا، اتمنى لك كل التوفيق. انا شايفه الكيس اللي جنبك وقاعد اسال نفسي من اول ايش هذا الكيس؟ هذا شيء في الكاميرا من شغل يدي. الله، ان شاء الله يعجبك. اكيد راح يعجبني يعني. اكيد راح يعجبني. فيعطيكي الف عافيه. وشكرا لك. افك الشريط عشان تشوفوها. هذه بروش. ايوه، بروش ورده ولوحه. أو كاتبة فيها اسمي. ثانك يو، شكرا، يعطيكي ألف 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 عافية. دحين حلبس البروش، وحلوة ألوانه. شكرا لك لمياء، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. وأنا أشكركم على الاستضافة الجميلة. واجبنا أكيد. مشاهدينا، ما هي موضة الإكسسوارات الدارجة بين البنات؟ وتطلعوا فاصل على طول. فاصل ونرجع لكم. يلا بنات، يعني اتوقع اهم شيء موجود عند البنات هو اقتناء الاكسسوارات، وكل ما كانت هذه الاكسسوارات مميزه وما نلاقي مثلها في السوق، كل ما سارعنا في اقتنائها. ليش؟ لانه دائما نحن البنات نحب الشيء المميز، واللي مو كل بنت ممكن انها تلبس، خصوصا فن صنع الاكسسوارات بكل دقة، واختيار أيضا خامات جديدة وجميلة وأيضا مميزة وفريدة في نفس الوقت.
هذا هو عنوان فقرتنا لليوم مع ضيفتي اللي مشرفتني عبير الشهري. مشرفة يا عبير، ايش الجمال هذا وش الفن اللي شايفينه؟ عيونك الحلوة. طب يا ريت تقولي لنا بداية كيف بدت معاك فكرة صناعة الاكسسوارات او تصميم الاكسسوارات؟ اول حاجة هذه الهواية انا مرة احبها، انا جدا اعشقها، يعني انا من وانا صغيرة احب الشيء الفن، عارفة احب الفن، احب الرسم، احب الكتابة، اخط، ربي اعطاني موهبة الخط. الله. لكن الاكسسوارات هذه عالم ثاني انا جدا اعشقها. كيف بدأت؟ رجعتيني لايام مره حلوه. يلا نقولها. اللي صار انه حصل انه مريت على محل كذا شفت اساور خرز نزلت موضتها قبل فتره. صح. الاساور الخرز اللي هي الخرز الكريستال. اخذت واحده لبستها، حسيت انه انا ممكن اني انا اسوي زيها، خصوصا اني انا انسانه ما احب وقت الفراغ. مستحيل انا وقتك ما احب انا وقت الفراغ. حصل انه انا بديت في هذه الموهبه في وقت اجازه، كان وقت اجازه ما في دوامات، حسيت انه انا اقدر اسوي زيها. فعلا رحت محل اشتريت خامات، صنعت اول واحده، حسيت اني انا سويت حاجه مره كبيره، انجاز كبير. حاجه مره كبيره. بعدين بديت اسوي، بديت اخترع تصاميم، الوان، ادخل الوان، ادخل قطع، الين ما صار عندي يعني اشياء مره كثيره، اساور باشكال مختلفه. طب بعدين كيف تطور معك موضوع تصميم اكسسوارات؟ لان وصلنا وصرنا نشوف اليوم معانا كميه من الاكسسوارات صراحه رائعه. فكيف وصلت لدي المرحله؟ طبعا الانسان ما يجلس على شيء واحد، لازم انه يطور من نفسه. انا لو اجلس على انه انا بس على الاكسسوارات ما حتطور، انا لازم اطور من نفسي وانمي موهبتي. أي. اطلعت على التصاميم. كنت ادخل مواقع، ادخل يوتيوب اشوف كيف يعملوا، كيف يصمموا. في البدايه كانت اساور بس، اتطورت الشغله. أي. صارت سلاسل نظارات، صارت سلاسل جوالات، صارت سلاسل عقود، خلاخل، يعني بديت اسوي اشياء مره كثيره، وفي ناس دعموني اللي هم صحباتي. طيب خلينا نكون صريحين في نفس الوقت، يعني هذا المشروع بنشوف في الفترة الأخيرة كثير من البنات صاروا بيصمموا اكسسوارات مسابح، اكسسوارات جوالات زي احنا شايفين اليوم معانا في الاستوديو. وين بصمتك في الموضوع؟ ليش نقدر نقول الناس والله لا عبير مختلفة عن باقي التصاميم الموجودة؟ طيب أول حاجة أنا أحب الألوان الفريحية. أنا أحب أنسق في الألوان، أحب الألوان الفريحية. أول حاجة أنا آخذ برأي المتابعين، يعني مو انا اسوي بس كذا، لا برضو انا اخذ براي المتابعين. مثلا يا عبير هذه الاسوره البني مثلا ينفع معها اورنج، ينفع معها فضي، فانا اخذ بالاراء. كمان كانوا صحباتي يرسلوا لي تصاميم وانا انفذ واطبق نفس التصاميم اللي يرسلوها لي. الشيء الثاني بصمتي مختلفه في ايه؟ في طريقه التقديم. انا احب ستايل الرساله القديمه. ستايل ايه؟ الرساله. الرساله القديمه زي كذا. الله يا الله، هذه الظروف خلصت انقرضت. لا في إذا بحثتي. أنا أحب ستايل الرسالة القديمة، أحب البساطة. رائع جدا. يعني تقدري أنت تسوي لنفسك شيء مو شرط أنه يكون متكلف. يعني مو شرط أنه لازم طباعة كمبيوتر، أنه لازم تغليف، واو، لا، بالأشياء المتوفرة عندك وبكل بساطة. وبعدين تصميمك يتكلم، ما يحتاج انك الحمد لله هذا فضل من الله. تصاميمك صراحة فعلا جدا جميل. خلينا نتكلم عن الشيء البارز أكثر في هذا الوقت هو تعليقة الجوال. أيوة. هذه تلبس كذا على وتقدروا جنب. على جنب. أيوة. وتقدروا أنكم تعلقوا الجوال، هذه تعليقة الجوال، تحطوها معاكم عشان الجوال ما يضيع، خصوصا يضيعوا جوالاتهم. وجد العملية في نفس الوقت، وصارت دارجة كثير من البنات يفضلوا هذه، خصوصا أنه تقدروا تسبحوا في نفس الوقت. ممتاز. هي مسبحة. هي مسبحة أصلا. أيوة. وتقدروا أيضا تستخدموها كعلاقة جوالات. إيش رأيك أنا بسوق لك؟ يسلم، الله يسعدك، كلك ذول. طيب هذه القطعه اللي تكلمنا عنها قديش تاخذ منك وقت تصميمها؟ صراحه هي تاخذ مني وقت. يعني سلسله الجوال تاخذ مني وقت من ساعه الى ساعه ونص حتى حسب التصميم. ممكن التصميم يكون شويه صعب. الالوان تاخذ مني من ساعه الى ساعه ونص، الاساور لا، ممكن تاخذ مني 10 دقائق 15 دقيقه. بس من المتعه ما احس بالوقت، تستمتع بشغل هذا صراحه. هو ممتع يعني تلبسي اكسسوارات فريده ومتنوعه وتهديها وتبيعيها في نفس الوقت. وكمان اقول لك على شيء مميز كمان. أيوه. انه انا ما احتكلت الموهبه لنفسي، تعلميها غيرك؟ علمت، انا معلمه فعلمت طالباتي،
ما شاء الله حلو. علمت طالباتي، أهلي في البيت، أخواتي، يعني ما شاء الله الكل صار يسوي نفس اللي عبير تسوي. عبير تفكر تفتحي محل في هذا المجال؟ أتمنى. إيش اللي ناقصك؟ أتمنى، يعني أنا أتمنى أني أنا أتوسع. تتوسعي. طب اشتغلت على هذا الموضوع ولا لا؟ أنا اشتركت في مهرجانات. حلو. يعني انطلاقتي في البداية كانت عبارة عن بازارات، بس مو أي بازار أنا أحب أروح. لا، البازارات المغلقة اللي في قاعات وكذا أنا ما أحبها لأنها مغلقة. أيوة. أنا اشتركت في بطولتين للخيول. جميل. مرة جميلة جدا. التجربة الأولى كانت بطولة جدة جمال الجواد العربي قبل شهرين تقريبا. أي سمعنا أنها في سيتي هارس، وكانت أول تجربة لي ومنها تعلمت أشياء وصرت تشاركي بعدها. تعلمت أشياء، الأشياء اللي أنا كنت غلطت فيها في البطولة هذه دركتها وتجاوزتها في البطولة الثانية اللي هي كانت قبل أسبوعين في بطولة مزرعة الصواري. طيب تعرضتي لأي انتقادات عبير؟ هو مو انتقادات، لكن مثلا لو اللون هذا ما حطيتيه مع اللون هذا كان أفضل يعني. وأنا أتقبل. أيه. أنا أتقبل، يعني يهمني رأي المتابعين والزبائن. انتقادات لا، الحمد لله، بالعكس أنا ملاقية تشجيع مرة قوي. أنا أفرح بالكلام اللي يسعدني. لما تجيني رسائل على الانستغرام أو على سناب إنه عبير هذه القطعة مرة جميلة أنا أبغى زيها، جدا جدا هذا الشيء مره يسعدني. جميل جدا، ونحن سعيدين كثير بتواجدك اليوم معانا عبير، مصممه اكسسوارات. الكنترول قاعد يغششني، قاعد يقول لي عبير في شيء لك في هذا المربع الاسود، اسمه أيوه. البوكس الاسود. أيوه. هيفا شكرا لك. فوالله بتخجلوني بكرمكم. لا هو ما في خجل ولا شيء، حاجه بسيطه مني، انا حابه انه يعني تاخذي شيء مني انا صممته لك بنفسي. والله ما اجي واشتري شيء من برا. شرف كبير لي عبير، وهديتك تاج على راسي، وشكرا لك انك تعنيتي صراحه على هذه الهديه. تستاهلي حبيبي. وحابه بس اكتب لك. اي طبعا تفضلي. ايش حابه ممكن اكتب لك عباره؟ اكيد طبعا. شوفي طريقه تقديمي للهدايا، انا في نفس الوقت اعملها هدايا. احب انه ستايل الرساله القديمه واكتب عليها عباره تناسب كل شخص حسب شخصيته. جميل خلاص. طيب. هخليك تكتبين لي هذه العباره، وحنروح ايضا مشاهدينا لتقرير جميل عن حفل الامارات، واحتفلت قنصليه دوله الامارات في يوم امس في جده تحديدا بالذكرى 47 لتاسيس اتحاد الامارات العربيه المتحده. كاميرا ساعه شباب كانت متواجده ونقلت لنا هذا التقرير الجميل، نتابع. سلام يا كرام قلوبنا والدار، سلام الحب لأهل الحب والتقدير، سألت قلوبكم عن حب هالمدرار، وش اللي في إمارات المحبة غير وش اللي. احتفلت القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بجدة بالذكرى 47 لليوم الوطني الإماراتي روح الاتحاد خلال حفل استقبال رسمي أقيم في جدة، تقدمه سعادة السفير عارف الطابور النعيمي قنصل عام دولة الإمارات بجدة وأعضاء القنصلية الإماراتية، وسط حضور رفيع من الدبلوماسيين والمثقفين والمفكرين والإعلاميين ورجال الأعمال. المختلف في اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، تواجدكم معانا واحتفالاتكم اللي احس انها نابعه من القلب للقلب، وهذا شيء مش غريب عليكم يا اهل السعوديه. دومكم عزكم عزنا، ودومكم سند وذخر ومحبه وموده بينا، ان شاء الله الله لا يحرمنا منهم ان شاء الله. الحفل الذي بدا بالنشيدين الوطني السعودي والاماراتي احتوى على عدد من الفعاليات التي كان من بينها الرقصات الشعبيه والاهازيج الاماراتيه التي قدمتها فرق متخصصه على مسرح الفعاليه، وسط تفاعل كبير من الحضور. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وامارات الحبيبه حكومتنا وشعبا بالف خير. تمنياتي لشعبنا في الامارات وبلدنا في الامارات بلدنا الثاني دوام العز ودوام التقدم دوام الازدهار، وان شاء الله يدهم بيد مع بعضنا الى عنان السماء. دام عزهم ودام عزنا بالله ثم بملكنا سلمان، والف مبروك لهم.
اليوم الوطني 47. تبادل الجميع التهنئة بهذه المناسبة العزيزة فيما شكل التلاحم بين الشعبين السعودي والإماراتي أبهى صورة حين اختلطت مشاعر الحضور في تهنئة القيادة والشعب الإماراتي باليوم الوطني 47. والله بكل صراحة نحن لما جينا اليوم نحتفل باليوم الوطني للإمارات جايين نحتفل بيومنا نحن كسعوديين والإمارات شعب واحد، فأحب أهني شعب الإمارات شعبا وحكومة بهذا اليوم ونقول لهم يا رب يديم عليكم الأمن والأمان والمحبة، وإن شاء الله نكون كلنا قلب واحد دائما وأبدا. قلوب متحابة، كلمة واحدة، اتحاد في الرأي. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اللي احنا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واليوم هذا اللقاء يعني شفنا، وهذه يعني احتفالات دائما بتكون في هذا في هذه المناسبة السعيدة. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا وأيضا استمتعتوا معنا، وحابة أشكر ضيفتنا مصممة الإكسسوارات عبير الشهري، شكرا لك على الهدية الجميلة اللي لازم صراحة. أنا سعيدة مرة بتواجدي معكم حبيبتي. لازم أوريكم حقيقة جمال الألوان والشكل، وكمان حطت اسمي، كتبتها باسمي، إن شاء الله تشوفونه مرة صغير، اسمي موجود هنا، وصدف جميل وحجر أيضا أجمل. شكرا لك. هلبسها، لابسة كل هداياكم، لابسة البروش ولابسة هذه. شكرا لك، جميل عليك عبير. ولا لازم أوريكم العبارة اللي كتبت لي إياها أيضا عبير على الكيس، كالسحاب مرورك ملفت دائما. شكرا لك عبير. الله يسعدك يا رب. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة بإذن الله، وأقول لكم مع السلامة.